السلام عليكم، ألتقي بكم مجدداً مع درس جديد يحمي عنوان التوتر الكهربائي. الآن نهضروا على التوتر الكهربائي. الدرس اللي فات هضرنا على التيار الكهربائي المستمر، وهضرنا على التعريف ديال التيار الكهربائي المستمر. قلنا ما هو إلا تدفق ديال الإلكترونات، حاجة طبيعية. الإلكترونات ملي كتدفق وكتبدا كتديبلاصا، وكتعرفوا أن لي زيليكترون هما ما هما إلا حملة الشحنة. إذا الشحنة الكهربائية هي اللي اهم شيء في الدرس هذا كله. ولكن في نظركم شنو السبب اللي خلى لي زيليكترون يديبلاصاو؟ حاجه طبيعيه، خاصهم شي فورس هي اللي كتحركو. ميمكنش التيار الكهربائي، شنو اللي دفعو انه كيفاش كذا كيتحرك التيار الكهربائي؟ اذا خدمنا بمولد. مولد هو اللي كيعطينا ديك الطاقه باش انه يخلي لي زيليكترون يديبلاصاو، سو كي في ديك لا شارج كديبلاصا وكيدور لو كورون كيمشي، وكيكون عندنا في المستقبل الكهربائيه بحال المصباح مثلا كيتلقى لي زيليكترون لي شارج، ومن بعد كتكون اضاءه. اذا هنا الهدف ديالنا بطبيعه الحال في الدرس هو نهضروا على السبب اللي كيخلي لي زيليكترون يديبلاصاو. ميكزامبل في هاد البي اللي كتشوفوها امامكم حالكم، هنا لا درت واحد هنايا، درت هنا، لاحظوا هنايا غادي نمشي هنا، ودرنا هنا واحد هنا واحد المصباح، كتكون إضاءة. ولكن هنايا لاحظ هنا لي زيليكترون، هنا الكورون كيمشي، هنا إضاءة. إذا هنا السؤال ديالي شنو اللي خلى لي زيليكترون الكورون يتحرك؟ يعني شنو اللي خلى لي زيليكترون كيديبلاصاو؟ اذا كما كتعرفوا نعطي واحد اكزامبل معروف، مثلا ديال الرياح. شنو هما الرياح؟ هي حركه ديال الهواء من الضغط المرتفع نحو الضغط المنخفض. اذا الفرق في الضغط هو اللي خلى هذاك الحركه كتكون ديال الهواء. فوالا، اذا كذلك هو مثال نسبه هنا، نسبه اللي خلى لي زيليكترون يتحركوا بحركه هو التوتر الكهربائي. يعني كاين فرق هناك بالتوتر. كتعرفوا ان كيكون عندنا لا كانت عندنا شارج بوزيتيف وشارج نيجاتيف، اش كتكون بيناتهم؟ يجينا تجاذب، ياك؟ هنا هذه كتحاول تجينا وهذه كتحاول تجي هنايا، متفقين؟ ولا كانت دي شارج بوزيتيف بحال بحال قلنا في الدرس اللي فات، اذا هناك تنافر. اذا هنا تنافر. اذا حنا علاش ما نشدوش نستغلوا هذا المبدا هذا بحال هكاك، ونصوبوا واحد ديفيرونس دو بوتونسييل، واحد فرق في الجهد هو اللي يخلي لنا يعطينا واحد الطاقه ولا يعطينا واحد القوه انها تحرك لنا لي زيليكترون. تخيلوا مثلا هنا كان عندنا هنا عندنا بزاف ديال لي شارج بوزيتيف، وهنا بزاف ديال لي شارج نيجاتيف. إذا اش كيوقع هنا؟ إذا لاحظوا هنا، إذا هادو غادي يجيو هنا، هادو غايجيو هنايا. إذا هنا غيوقع لينا هنايا كما كتشوفوا هنا تجاذب، سو كي في كاين واحد لا فورس كتخلي لي زيليكترون يبداو يديبلاصاو هنا. إذا هنا رجعوا ليكزومبل ديالنا هنا، اشنو كيوقع داخل ديال هاد البي؟ هي اللي غادي نهضروا عليه دابا بالضبط، من بزاف غنهضروا عليه. إذا هنا اش كيكون فيها هنايا؟ لاحظوا مثلا هنا، فوالا هنا 4 شارج نيجاتيف، هنايا 2 شارج نيجاتيف. هنا كاين واحد الفرق ما بين لي شارج و لي شارج. إذا هاد البيل هادي اللي كتشوفوها بحال هكاك، هاد البيل هنا إلا خدنا منا، لاحظوا هنا درنا هنايا واحد مثلا المصباح هنا غادي يشعل، متفقين؟ إذا أشنو كيوقع؟ كيبداو يديبلاصاو هاد لي زيليكترون اللي كتشوفو هنايا، كيبداو كيجيو هنايا. ملي كيديبلاصا إلكترون وحدة أش كيولي هنايا؟ كتولي هنايا 3 شارج نيجاتيف، وهنا كانت هنايا 2 شارج نيجاتيف ولات 3 شارج نيجاتيف. إذا ولات الفرق ما بين لي شارج نيجاتيف بحال هنا بحال هنايا. أش كيبين هذا؟ كيبين أن هنا هاد اليمين هنا بحالو بحال اليسار،
نفس الحاله مثلا الكهربائيه اللي كاينه هنا، نفس الحاله نفس عدد الشحنه اللي كاينه عدد الشحنه. اذا ما كاينش واحد ديفيرونس ديال لا طونسيون ما بين هاد لا بارتي وهاد لا بارتي، سو كي في لو كورون ما غيدوش. اذا الكورون باش كيدوز خاص يكون الفرق ما بين هنا هاد لا بارتي هنا وهاد لا بارتي اللي كتشوفوها هنايا. هاد البي اللي كتشوفوه هنايا لي شارج بوزيتيف كاينين فهاد الشيء والشارج نيجاتيف. اون فوا ملي كتكونسوم بحال هكاك كتبقاش تخدم بحال هكاك، حيت اش كيولي؟ كيولي لي شارج نيجاتيف كلهم كيجيو لجهه، ما كيبقاش واحد لا ريفيرونس كما كاين هنا. هنا فهاد الحاله ولاو تخوا شارج نيجاتيف، هنا طلعوا تاني تخوا شارج نيجاتيف هنا. اذا ما بقاش نهائيا كورونتيوز هنايا، وهذا الشيء علاش كيبين لنا بحال هاد لي شا هاد هادو لي بيل هادو ما كيتشارجاوش كيتلاحو. اما لاباتري اللي كتشوفها بحال هكاك هذيك اللي كتشارجا هي عندها حاله خاصه بحال هكاك. اذا هذا الشيء فيما يخص التوتر الكهربائي. اذا التوتر الكهربائي نهضروا عليه الوحده ديال الرمز ديالو، رمزه هو U، وحدة هي الفولت. طيب كنديروا ليه واحد سامبول هنا، كنديروا ليه بحال هكا واحد انا كنبعدو على طونسيون بحال هكا كنديروا بلا سامبلات هنايا. مثلا هنا U A B كنديروا هي V A و V B. ما كنقدروش نحسبوا التوتر في بالضبط في نقطة، ولكن كنقدروا نحسبوا لا ديفيرونس ما بين دو بوان بحال هكاك. اذا نمسحوا هادشي نتابع. اذا هنا وصلنا عرفنا الفولت متر هو جهاز كيقيس لنا شدة التوتر في دارة كهربائية. خدنا هنا مثال ديال دارة كهربائية بسيطة اللي كتكون من مستقبل هو عبارة عن المصباح، كتكون هنا من واحد مولد التيار الكهربائي مثلا شي بيل مثلا كما هضرنا في ليكزومبل اللي هضرنا فيه هنايا بيل. هنا لاحظنا هنا هنا ركبنا الفولت متر باش نقيسوا التوتر بين مربطي هذا المستقبل، حيث كان التوتر بين مربطي المصباح مثلا كيساوي صفر اذا ما كيكونش انهار بطبيعة الحال. اذا ضروري كتكون واحد الفرق الجهد ما بين ا وما بين بي باش يقدر يكون عندنا شي سبب اللي كيخلي لي زيليكترون كيدوزو بحال هكا. اذا واحد القوه كتدافعها. اذا هنا لاحظوا طريقه التركيب ديال الفولت متر هي كالتالي. هنا كاين واحد المربط تلقاو في الفولت متر كتلقاو في واحد المطرب سيليكون مباشره كيمشي بصل احدى النيجاتيف، وهنا واحد المربط في كيتحط مباشره كيمشي في البور اللي عنده البوزيتيف هنايا. اذا باش نقيسوا التوتر U A B لاحظوا ان السيمبول اللي كنديروا لا طونسيون هي U A B هو U A B U A B هو هنا لاحظوا انها كتساوي V A موان V B. إذا كانت V A كتساوي V B يعني نفس التوتر اللي كاين A كيساوي نفس التوتر ديال B، كتكون U A B كتساوي زيرو، ما كاينش انهار كما قلنا. إذا كانت V A ديفيرون دو V B كيكون واحد ديفيرونس دو بوتنسيال، إذا كيكون فعلا كتكون الانهار. قلنا أن الفولت متر كيركب على التوازي، ولكن كتعطينا واحد لا ليكسيور اللي كتعطينا معروفة، أي الأجهزة الكهربائية ديما كتعطينا شي ليكسيور، ولكن كيكون في واحد ليغور. علاش كنكونوا بلوس أو موان واحد الفارياسيون ديال واحد ليغور هنا. هذاك الارتياب غادي نحسبوه بهالطريقة هنا. هاد الفورمي اللي كاينة عطاو لينا دالتا إي كتساوي بلوس أو موان إل لافالور اللي كنقراوها هنا في الفولت متر كنقسموها على 100 كنزيدو عليها واحد فوا U R. يعني إلا لقينا هنا دو فالور مورا لا فيغكول كنزيدو واحد فوا صفر بلوس ضرب زيرو زيرو أن. إذا هنا أش كنحسبو؟ إذا دلتا U كنحسبو هي بلوس أو موان كنزيد كتزيد ولا تنقص. هنا إل هي هاد لا فالور هنا 8.98 على 100 بلوس واحد مضروبة في 0.01. هنا هذا هو التعريف هنايا. حيت علاش حنا كاينة دو فالور مورا لا فيغكول، داكشي علاش درنا 0.01. إذا هنا نحسبو بلوز أو موان هنا هاد لا فالور غنديروها 8.98 على 100 هي 0.0898 بلوس 0.01. نحسبو هاد المجموع، هذا نحسبو هنا هي 0.0 هنا 9.98. إذا هذه هي دالتا إي.
إذا هنا لا فالو اللي كنقراو اللي قريناه هنايا هي 8.98. إذا U أش كتساوي 8.98 لا فالو اللي لقينا، ولكن بلوز أو موان هاد لا فالو 0.098. يعني إما كتكون يعني كتكون الماد هادي كتكون U بورني ما بيناتو هنايا، يعني 8 هاد لا فالو اللي قرينا هنا 8 فاط U. دابا هنا لا فالو اللي ديال U أش تكون هنا، هنا نحسبوا هاد لا صوم هنا U بلوز دلتا U و U موان دلتا U. غتحسبوا هاد لا فالو هنا وغتحطوها هنا وتحسبوا هادي موان هادي هنا، إذا حسبوا هنا بلوز غديروا هنا بلوز دلتا U، يعني غديروا هنا 8 بلوز 0.098 وتحسبوا هنا U وديروا هنايا 8.98 موان 0.098. إذا لا فالو اللي لقيناها هنايا نقدر نحصروها ما بين كاين واحد ليغوغ بسيط ديال ديتا إي لقيناه هو لا فالو ديالو هو 0.098. بيان سيغ هادي كلشي أون فوا بطبيعة الحال. إذا تل لا بروشين فوا إن شاء الله ونهضرو على دقة ديال القياس ونهضرو عليها ما هي إلا دلتا إي سيغ إي. صافي في الأخير غادي تحسبو هنا ومن بعد تحسبو لينا هنا دلتا إي سيغ إي. ملي كتحسبوها هادي كتحسبوها أون بورسونتاج، إلا حسبنا هنا دلتا إي سيغ إي كتلقى واحد النسبة، كتلقى واحد النسبة هنا وكتلقى بورسونتاج. حتى ما حسبتو مثلا في لو كا ديالنا هنا مثلا إكزومبل في هاد لو كا ديالنا هنا، إلا لقينا مثلا لقاو غادي نبقاو نديرو شي الكاكير نلقاو 1.1%. إذا هذه هي دقة لهذا القياس لهذا الفولتميتر، كيقيس لنا شدة التوتر بواحد الدقة ديال القياس اللي هي دلتا كتساوي 1.1%. إذا هنا مقارنة مع الفولتميتر الآخر اللي عنده ديال الإبرة غادي تلقاو في ديزيكزارسيس يقول لكم قارن دقة ديال القياس ديال هاد واش الفولتميتر اللي عنده الإبرة ولا هاد الفولتميتر الإلكترونيك، غتلقاو تحسبوا شكون اللي عنده أكبر عنده نسبة القياس كبيرة هنا، غتلقاو دلتا إي سيغ إي ديال 1.1، غتلقاو الأخرى كبيرة، إذا غتبان لكم شكون اللي عنده أكثر دقة، بطبيعة الحال غادي يكون هو هاد الفولتميتر هذا نيميريك بيان سيغ. إذا نخليكم هنا تلا بخوشيام فوا إن شاء الله ونديروا معكم ديزيكزارسيس ونكملوا الدرس إن شاء الله، الله يوفقكم.